كنت لك انت جايك مصاري برج من الدابة، وانت لي هيك اجت عيني عليه، يعني انا اقرا اجت عيني عليه، احتمال انه عندك فرصة مالية او انت شايف هذا الشخص شخص فرصة بالنسبة لك، واحتمال يكون هذا الشخص جديد مش من الماضي، لان انت زي متجمد المشاعر او انت في طاقتك طاقتك برج الثعلب. هون بيحكوا لك احنا معاك ملاك الروحة، انا معاك في وقت الحاجة لما ساعدت قلبك على الشفاء، فانت احتمال ان انت صامت، حتى مشاعرك صامت، كل اشي صامت فيه، متجمد، انت في طاقة التجمد. وهون برضه انا حبيت اذكرك، يعني ما بعرفش حسيت انا بروح لكم المستشار الرئيس الملائكة عزرائيل، انت مستشار طبيب يستفيد الكثير من الناس والتوجهات والطمأنينة. ماشي، خلينا نشوف كروت الرومانس، شوف اختيارات يا برج الدم. Passion. I love your mind, soul to sing with the joy. شكلك انت عندك شغف لشخص، او انت منجذب لشخص لكنك صمت، انت منجذب لهذا الشخص. فهم بيحكوا لك انه سينج ويت جوي، خلي روحك تغني تنطلق. خلينا ناخذ لك كمان كارد ونبلش في القراءة. ارتباط حياتك في الحب يصعد الى مستوى عالي من الارتباط. إذا كانت هاي العلاقة جديدة فهذا الشخص ناوي يتقدم لك. طيب معلش استحملوا شوي يا جماعة، أنا شايف هذا الشخص مشاعر مقلوب ومش مقلوب، عقله مقلوب شكل هذا الشخص. احتمال أنت معجب بشخص وعندك شغف، وهو بنفس الوقت هو برضه حاسس بشغف من ناحيتك، و لازم انت تظهر هذا الشيء او تسمح لروحك انها تغني في هذا الشعر. انت بالفعل تفعل ذلك، توقف عن الافراط في التفكير، استقر في مواجهة الشمل الحقيقي. انت عن جد بتفكر في الارتباط، فتوقف عن التفكير وافعل، بلش. حلوات كروتك البرج الثاني، وانت صامت وهو صامت، وراح نشوف شو بتصير معك. هو في طاقة الهاي بريس، مع انه انا مش شايف انه طاقة في الطاقة عندي العامة او طاقة الكروت سطح، انا شايفه انه جاي عليك لكنه هو لسه بفكر في الموضوع. احتمال هذا الشخص يكون في طاقة تبعك، لانه هو حاسس حاله انه خارج من طاقة الحماس او البداية الجديدة، هو خايف من البداية الجديدة. الشخص هذا احتمال يكون شخص جديد حياتك للبعض، وإذا كنت في انفصال فالشخص هذا حاسس إنه فقد الفرص معك، وهو فقد الحماسة وفقد الروح السعادة في هاي العلاقة، يمكن إنه حاسس إنه خلاص زي انطفى من ناحية، انطفت شغلته من ناحية هاي العلاقة، هو شايف نفسه إنه يمكن لازم يقعد يفكر كثير منيح ويتباعد لحتى يقدر يسترجع قواه وحماسته ودفء لهي العلاقة. احتمال الشخص اللي عنده أطفال، هذا الشخص هو يمكن مشغول في عمله في إنجازاته، في عنده شيء هو مهتم فيه، لهيك هو
شوي متباعد، فاقد الحماسة في العلاقة أو فاقد الحماسة في العلاقات عامة، لأن هو زي بيعاود الشخص ده عماله بيرجع يوقف على إجريه من أول وجديد. برج الساتورن وبرج الثور، برج الحوت، برج الأسد أو القوس، الحوت و برج الدلو اللي هو أنت، وبرج الثور ما شفتش أبراج خالص. بس هذا الشخص هو قيادي بالعلم، يعني شخص يحب انه يقود مشاعره لكنه مختفي او متباعد عن الانظار، لانه بحب هو دائما يبين انه ملك وهو قيادي جدا، لكنه حاسه انه فاقد حماسه من اتجاه احتمال اتجاه العمل او احتمال اتجاه العلاقات، او فاقد الامل في البدايه في علاقه جديده، لانه هو بفكر انه يتجه لكم لكنه لسه يعني متعلق بين انه يقدم هاي الخطوه او يتباعد. طيب الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الفورث كابس لكن مقلوبه، الشخص هذا حس انه فيه يعني مش قادر يقدم فرصه او قدم فرصه من قلبك الكاس على راسه. الكارت طلع نفس الاشي في طاقته ونفس هو المشاعر من ناحيتك، وحاسس بالهايبيستين انه في طاقة الكاهنة عشان يعني بالعربي احسن، حاسس انه هو قدم فرصة لكنك انت يمكن تكبرت عليه، حسيت شوية بالكبر عليه، او حاسس انك انت لازمك حماسة اقوى، لانه هو قدم عرض ولكن كان انت عندك عروض اخرى او عندك ماضي يمكن قعدت تفكر كتير عشان تقبل هذا العرض، وهو حس انه رفضك للعرض هو كبرياء منك او غرور منك، او انت بدك اشي اكتر اكشن اكتر حماسي اكتر. حس ان الطاقة هاي متجهة لك، طاقته من ناحيتك انت، فهو عشان هيك فاقد الحماسة من ناحيتك. طيب هو كيف شعره؟ ومشاعره انه كأنه قدم عرض فانت رفضته، او هو خليني بس اشوف اكتر، لانه جنبه بسبب حس بالغدر او بحس انه بالاسف، لانه فعلا حس بالاسف. هو قدم لك عرض لكنه حسك انك انت متجمد المشاعر، ما تحركتش في هذا العرض او ما قبلتش هذا العرض، طلعت عليه بطرف عينيك وما قبلته. هو حس انه كانه الكاسه انكبت، انت او انت زي رافض كل الكوبايات حتى الماضي وكل شيء، كل شيء كانك رافض العلاقات، لانه هو متحير انه انت ليش رفضت هاي الكوبايه، وفي حاله اللي التحقيق مع الذات او في حالة الشك. الشخص هذا شاكك انك انت مريت في ماضي مؤلم لهيك انت رفضت الكوباية تبعته، زي ما حكيت لك انت رفضت الكوباية تبعته. هيك هو انا شايف هو قدم لك عرض وانت رفضته ومشيت لقدام، تركته ومشيت. هذا شخص زعلان من الماضي كمان، بديش يقدم ولا عرض ولا كوباية، احتمال هذا الشخص كان في ماضي في حياته ورحل، هو حس نفسه انه كان طيب كتير في الماضي مع شخص اخر غيرك، ولا البعض منكم معك وهو شاف انه قدم عرض وانت رفضته وتركته ورحت. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك مطنش يعني عن جد، انه يعني برضه بنربطها ببعض، وشبك مطنش قدم لك عرض وانت ما قبلتش، حتى ما فتحتش هذا العرض او شفته نهائيا، وشافك انك انت سكتت ما عطيتش لا حق ولا باطل، وشافك انك انت زي يعني مثلا بعت لك هديه حطيتها على جنب وضليت رايح، يعني ما فتحتش الهديه.
هو شافك انك انت مطنش ومكابر جدا وجامد جامد جامد جدا جدا، شايفه شافك انك انت يعني عندك شويه كبر انه على العروضات اللي بتجيك. برضه نفس الاشي عن جد على فكرة، الشخص اللي قدم لك عرض وتركك وراح لأنك أنت طنشت للعرض وقرر إنه يمشي لقدام لأنه زعل انقمص منك، يعني أخذ على خاطره منك، هو الشخص اللي زعلان إنه قدم لك عرض وأنت رفضته. إيه طب أنا بدي أشوف أنت ليش رفضت هذا العرض، مش عارف إذا هو من الماضي، شخص من الماضي، بس لا أنت معجب فيه، مش حاسة من الماضي. هل هذا الشخص من الماضي في برج الدلو؟ احتمال كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض في زواج، واحتمال إنه يكون جديد، يعني تظبط على الاحتمالين هون، يعني عريس جديد بتقدم لك كراش، شخص طلب منك الزواج وأنت رفضت. الشخص طلب منك الزواج وانت رفضت، او طلب منك انه ترتبطوا مع بعض وانت رفضت، يمكن عريس قديم وطلعت طاقته معنا هون انت بتفكر فيه، واحتمال تكونوا انتوا في كنتوا في زواج وكان بينكم حب والفة ومشاعر فوق وانفصلتوا عن بعض بسبب انه الشغف، احتمال انه انطفأ الشغف في علاقتكم وابتعدتوا عن بعض وانفصلتوا، لكن برضه هون الشخص قدم لك عرض زواج او راح يقدم لك عرض زواج، انت اكيد راح يعرف. هون برج الثور، برضه برج الثور طاغي على القراءة هون. طيب هو شافك انك انت هادي وصامت، هادئ وصامت، وشافك انك انت سنجل مش مرتبط، مش في ارتباط او مش في زواج، واحتمال تكون انت عقلك مش في العلاقات، عقلك في الاشياء الماديه والاستقرار المادي، شافك انك وحيد، مفيش ناس بتحيط حواليك، انت لحالك قاعد لحالك، وكانك انت بس عقلك بس في الماديات، مش لانك انسان مادي لا، لانه انت حاسك انك انت عندك كبر فبدكش تحتاج حدا، ما بدك تحتاج حدا، هو شافك انك عندك كبر، نوع من الكبر، الكبرياء، كبرياء. مش كبرة النفس لا، كبرياء، بسمحلكش انك انت تروح للشخص، بسمحلكش انك تمد ايدك لشخص بتطلب المعاونة او الاشي انت محتاجه. مرد مصمم بقولك بحبك بقدم لك هون على الشاشة قدام كل الناس انه بحبك، هو بده زواج واستقرار، هو شايفك انك انت تصلح للزواج والاستقرار، هو شايفك انك انت تصلح زواج وتصلح تكون رب اسره وكمان تشاركه بمشروع، والشخص هذا بده معك زواج وشايفك ان انت تصلح للزواج وانك انت متكامل وانك انت بارع في انك تتحكم في عقلك وقلبك، وكأنك انت بتعرف توازن بين عقلك ومشاعرك وقلبك، وشايفك انه انت شخص اسطوري، اسطوري في الحب، اسطوري في العمل، اسطوري في كل شيء، او قديم نوعا ما، بتحب الاستقرار، اذا يعني مش مثلا بيحكوا عن الاشخاص هاي الايام بس للاستقرار المادي لا، انت زي استقرار اسري واستقرار مادي، يعني تاع الحب الاستقرار المنزلي، هو الشخص اللي معجب بشخصيتك جدا لكنه خايف منك، هو قرب منك لكن انت رفضته، وده يطلع انه ماسك الكاسة وبقول يعني كل انا بحبك انا بدي اياك ارفض فيك. طيب شو نوايا من ناحيتك؟ الشخص اللي نوايا يتباعد شوي عنك، الشخص اللي نواياه يتباعد
ويفكر في الموضوع ويقدم لك كمان عرض، بس بده يجيك على هيئة شخص قوي وشخص جميل جدا وهو كامل المواصفات. الشخص اللي بحبه جدا بده يقدم لك عرض وينتظرك، رح يحكي لك على الأقل من مهلك تجاوبش مثلا هالقيت، لكن فكر منيح في الموضوع اللي رح أعطيك إياه ورح يقعد ينتظر منك جواب. مش عارف حاسة في كارت ولا لا؟ حاسة إن في كارت. يما خبي الكارت برو. خليني أشوف.